سورة 22، عبد الرزاق عبد الواحد، الشاعر العراقي المعروف. إنه صابئي مندائي من الجهة الدينية، وبعثي صدامي إلى النخاع. ما هو شاعر صدام؟ نحن نتحدث عن عبد الرزاق عبد الواحد. بعثي، ولا أقول بعثي فقط، بعثي صدامي إلى النخاع. صدام يجري مجرى أنفاسه ومجرى دمه، وهذا واضح. حتى لو كان منافقا في بعض شعره، متملقا في بعض شعره، مبالغا في بعض شعره، مجاريا للأمور، يقول شيئا هو فيما بينه وبين نفسه ليس معتقدا به، لكن في الآخر الرجل بعثي صدامي إلى النخاع. هو شاعر مفلق لا شك في ذلك. أنا لا أتحدث هنا عن شاعريته. لماذا جئت بعبد الرزاق عبد الواحد وأنا أتحدث عن السيستاني؟ ما علاقة السيستاني بذلك؟ كان هناك مشروع أن تكون النجف عاصمة الثقافة سنة 2012، وعُلس هذا المشروع مثلما عُلس العراق بكله. في تفاصيل هذا البرنامج يتدخل السيستاني. ما أنا قلت لكم، السيستاني يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، ثم يكذبون على الناس من أن السيستاني لا يتدخل في شؤون الحكم. كذب كذب كذب. مشروع أن النجف عاصمة الثقافة، مشروع ثقافي أدبي، ما هو بشيء أساسي؟ لماذا يتدخل السيستاني في تفاصيله؟ والسيستاني هو الذي يحدد أن عبد الرزاق عبد الواحد هو الذي سيمنح الجائزة الأكبر، الجائزة الأهم في هذا المهرجان، في هذا البرنامج، في هذا المشروع. وفي وقت متأخر من الليل يتحدث متحدث عن بحضوره، بحضور السيستاني مع عبد الرزاق عبد الواحد. ويطالبنا السيستاني، يطالب الشيعة أن يتعلموا البكاء على الحسين من عبد الرزاق عبد الواحد. أحاديث أهل البيت ينكرها، ثم يطالبنا أن نتعلم من عبد الرزاق عبد الواحد الصابئي. أنا لا أنتقص من رجل له دينه البعثي، ولا شأن لي ببعثيته، ولكن أقول أحاديث أهل البيت تداس بالأحذية ضمن المنهج السيستاني، ويطلب منا أن نتأسى بعبد الرزاق عبد الواحد في البكاء على الحسين. ثم ما شأنك أنت يا أيها السيستاني أن تتدخل في هذه الأمور الجزئية؟ وتدخل سفي، تدخل سخيف، سأثبت ذلك لكم. تدخل كله سخف
وكله سفاهة، إنه أبعد ما يكون عن الحكمة والرشاد. رجاءً أعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عبد الرزاق عبد الواحد عن اتصال السيستاني به لأجل الجائزة، وذلك ضمن برنامج إضاءات على قناة العربية. أكبر تكريم كرمته أنني قبل قرابة عام جاءني تليفون في منتصف الليل متحدث باسم الحوزة في النجف الأشرف، قال: أستاذ، أنا إلى جانب سماحة الإمام السيستاني يسلم عليك ويوصينا أن نبكي على الحسين كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد عليه، لا كما نبكي نحن الآن. وقال: عندما يعلن يوم اعتبار النجف الأشرف عاصمة للثقافة الإسلامية، المكرم الوحيد سيكون عبد الرزاق عبد الواحد. ودعيت ولم تذهب؟ لم يعلن اليوم، ما 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 حدث لي. قال: نريدك أن تأتي. قلت: يا سيدي، يعني أنتوا بتورطين وياي، أنا لست أخاف من العراقيين، لكن يأتيني موساد إسرائيلي ويقتلني في بغداد ويقولوا العراقيون قتلوا عبد الرزاق عبد الواحد، يعني اعفوني من المجيء، وأنا أعتبر مجرد سلام وسؤال سماحة الإمام عني هو تكريم عظيم. هذا البرنامج برنامج إضاءات مع الإعلامي السعودي المعروف ترك الدخيل عبر قناة العربية. هذه الحلقة كانت في تاريخ 18/3/2013. هو قال بشكل تقريبي قبل عام، يعني ربما في نهايات 2011 أو في بدايات 2012، يعني قبل أن يأتي موعد مهرجان النجف أن تكون عاصمة للثقافة الإسلامية، علس في ضمن دوامة الفساد، لا شأن لنا بهذا الموضوع. لكن تلاحظون السيستاني بنفسه يتابع الرجل، لا يكذب وليس محتاجا لأن يكذب على السيستاني، الرجل صادق فيما يقول، وكذلك السيستانيون ما كذبوا ذلك بل يفتخرون بهذه القضية. السيستاني يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وكذب أنه لا يتدخل. مخاتلة هذه أو ليست بمخاتلة؟ يكذبون علينا من أنه بعيد عن شؤون الحكم وعن التفاصيل، وها هو يتدخل في أصغر الأمور. طامة أن يطلب من الشيعة أن يتأسوا بعبد الرزاق عبد الواحد في البكاء على الحسين، وأحاديث العترة الطاهرة يمزقها تمزيقا بمنهجه الرجالي. ماذا تقولون أنتم؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟ مضحكة أنتم أم ليسوا مضحكة؟ رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى كي يتسنى للمشاهدين أن يستمعوا بدقة. أكبر تكريم كرمته أنني قبل قرابة عام جاءني تليفون في منتصف الليل متحدث باسم الحوزة
في النجف الأشرف، قال أستاذ أنا إلى جانب سماحة الإمام السيستاني يسلم عليك ويوصينا أن نبكي على الحسين كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد عليه، لا كما نبكي نحن الآن. وقال عندما يعلن يوم اعتبار النجف الأشرف عاصمة للثقافة الإسلامية المكرم الوحيد سيكون عبد الرزاق عبد الواحد. ودعيت ولم تذهب؟ لم يعلن اليوم، ما 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 حدث لي. قال نريدك أن تأتي، قلت يا سيدي يعني أنتوا متورطين وياي، أنا لست أخاف من العراقيين، لكن يأتيني موساد إسرائيلي ويقتلني في بغداد ويقولوا العراقيون قتلوا عبد الرزاق عبد الواحد، يعني اعفوني من المجيء، وأنا أعتبر مجرد سلام وسؤال سماحة الإمام عني هو تكريم عظيم. لا أدري ماذا أقول، لكنني لأجل أن أسلط الضوء على المسألة من جميع اتجاهاتها أعود إلى قصيدة من أهم قصائد عبد الرزاق عبد الواحد التي كتبها في الحسين، قطعا قصائده في صدام لا تعد ولا تحصى. هو يقول في مقابلة سأعرض لكم جانبا منها، من أنه كتب في صدام ولصدام فقط أكثر من 3000 بيت شعر. فما قيمة قصيدة أو قصيدتين نظمهما في الحسين عليه السلام؟ قصيدته التي عنونت في رحاب الحسين قصيدة جميلة، لا يختلف أديبان ناقدان على هذا، قصيدة جميلة جدا التي يقول في أولها: قدمت وعفوك عن مقدمي حسيرا أسيرا كثيرا ظمي، قدمت لأحرم من رحبتيك سلام لمث واك من محرمي. قصيدة جميلة جدا، لا يختلف شاعران أديبان على ذلك، ولا نريد أن نشكل على عبد الرزاق عبد الواحد، رجل صابئي مندائي بعثي الهوى صدامي الشغاف، قال شعرا جميلا في الحسين عليه السلام فلا يتحول أسوة لنا. شعره جميل لكنه لن يكون أسوة لنا في البكاء على الحسين. أسوتنا في البكاء على الحسين إمامنا السجاد، أسوتنا في البكاء على الحسين إمامنا الصادق، أسوتنا في البكاء على الحسين بالدرجة الأولى صاحب الزمان، حين نقرأ زيارة الناحية المقدسة، هذا هو أسوتنا الحجة بن الحسن. هذا خليه عبد الرزاق عبد الواحد أسوة للسيستاني. أنا لا أدري هل يفهم السيستاني الشعر؟ هل يفهم العربية؟ لو قرأ آخر القصيدة فإن القصيدة تختم بالمذاق البعثي،
سأقرأ الأبيات عليكم. نحن نمتدح الأبيات الجميلة التي قالها عبد الرزاق عبد الواحد في سيد الشهداء، وقد قال كثيرون في سيد الشهداء من غير الشيعة ومن غير المسلمين. وما هذا بشيء غريب؟ إنه الحسين. أنا لا أدري، السيستاني يفهم الشعر، يفهم العربية. لو قرأ آخر القصيدة، هذه القصيدة بين يدي، ماذا جاء في آخرها؟ أنا سأقرأ عليكم في آخر هذه القصيدة التي عنوانها في رحاب الحسين، والتي قرأت شيئا من أولها. ماذا جاء في آخرها؟ يخاطب الحسين: كأنك أيقظت جرح العراق، فتياره كله في دمي، ألست الذي قال للباترات خذيني؟ هو ما قال الحسين للباترات خذيني، هذا بيت شعر في قصيدة لشاعر شيعي، لكننا لا نلومه، فإن منابر خطباء الشيعة تردد هذا الكلام، وإلا فإن الحسين ما قال يا سيوف خذيني. نحن كنا نعتقد من أن الحسين قال هذا، ولكن بعد ذلك، بعد أن تبصرنا وحققنا، وجدنا أن هذا شعرا قاله شاعر من الشعراء، وإلا في البدايات لأننا كنا نسمع من أصحاب العمائم أن الحسين قال هكذا. على أي حال، نحن لا نلوم عبد الرزاق عبد الواحد، رجل صابئي في عقيدته، بعثي في هواه، صدامي إلى نخاعه. كأنك أيقظت جرح العراق فتياره كله في دمي، ألست الذي قال للباترات خذيني، وللنفس لا تهزمي، وطاف بأولاده والسيوف عليهم سوار على معصمي، فضجت بأضلعه الكبرياء وصاح على موته أقدمي، كذا نحن يا سيدي يا حسين شداد على القهر لم نشكمي. إنه يتحدث عن البعثيين، فيشبه البعثيين الصداميين بالحسين وأولاده. كذا نحن يا سيدي يا حسين شداد على القهر لم نشكمي، كذا نحن يا آية الرافدين سواترنا قط لم تهدمي، سواترنا قط لم تهدمي في حرب إيران، في حرب الكويت، في كل الحروب. هو يتحدث بنفس بعثي إلى آخر الأبيات. أنا لا أجد وقتا كي أقرأ بقية الأبيات التي يذم فيها العرب الذين ما نصروا صدام. سأقرأ ما تبقى. كذا نحن يا آية الرافدين سواترنا قط لم تهدمي، لئن ضج من حولك الظالمون فإنا وكلنا إلى الأظلم. يعني أن الذي ظلم صدام هو أظلم من الذي ظلم الحسين. لئن ضج من حولك الظالمون فإنا وكلنا، البعثيون العراقيون الصداميون، فإنا وكلنا إلى الأظلم، وإن خانك الصحب والأصفياء فقد خاننا من له ننتمي. إلى الدول العربية، بنو عمنا أهلنا الأقربون، واحدهم صار كالأرقم، تدور علينا عيون الذئاب فنحتار من أيها نحتمي. ما هذا؟ هو النفس البعثي في نفس القصيدة واضح. نحن حين نمتدح شعر عبد الرزاق عبد الواحد في الحسين من وجهة أدبية، من شاعر صابئي في ديانته، بعثي في هواه، صدامي في عشقه وشغافه،
أما أن نحول عبد الرزاق عبد الواحد، وأن نحول فكره هذا إلى أسوة نتأسى بها في الوقت الذي يا أيها السيد السيستاني أنت تدمر بمنهجك الرجالي وسندي أحاديث العترة الطاهرة، أي سخف وأي هراء هذا؟ أنتم ماذا تقولون؟ سأعرض لكم فيديوين. الفيديو الأول مقابلة مع عبد الرزاق عبد الواحد في الذكرى الثالثة لإعدام صدام، ألا لعنة الله على صدام. في الذكرى الثالثة لإعدام صدام يعني سنة 2009. وفيديو ثاني سأحدثكم عنه بعد ذلك. فهذا الفيديو في الذكرى الثالثة لإعدام صدام يعني سنة 2009. يعني قبل مشروع النجف عاصمة للثقافة الإسلامية، يعني قبل مخابرة السيستاني لعبد الرزاق عبد الواحد. الفيديو الثاني بعد مخابرة السيستاني لعبد الرزاق عبد الواحد، كي أريكم ما هي ثقافة وعقيدة وهوى عبد الرزاق عبد الواحد. وألفت نظر المشاهدين قبل أن يشاهدوا هذا الفيديو من أنهم سيسمعون في الحوار فيما بين عبد الرزاق عبد الواحد والمحاور، سيسمعون وصفا لصدام من أنه سيد الشهداء ومن أنه سادس الخلفاء ومن أنه ويتحدث عبد الرزاق عبد الواحد من أنه ألف في صدام لأجل صدام ثلاثة دواوين ونظم فيه أكثر من 3000 بيت شعر. كل هذا في حياتي وصميم حياتي عبد الرزاق عبد الواحد. أنا أقول هذا السيستاني لما يريد أن يرشح شخصا، ومثل ما قال عبد الرزاق عبد الواحد في الفيديو المتقدم من أنه الشخص الوحيد الذي يكرم بهذه الجائزة، جائزة خاصة يكرم بها عبد الرزاق عبد الواحد، هو السيستاني يعرف في الأدب، يعرف في الشعر، يعرف في طريقة اختيار الأشخاص الذين تسلم لهم الجوائز. أليس من بديهيات ذلك أن يجري دراسة ومسحا لما كتب عن، لما كتب هو، لما هو موجود في وسائل الإعلام، كي يعرف هذه الشخصية وكي يقدم لها الجائزة؟ نحن مع من نتحدث؟ مع مؤسسة متخلفة بائسة فاشلة فاسدة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يستمعوا بدقة كي يعرفوا من هو عبد الرزاق عبد الواحد قبل اتصال السيستاني فيه. هو وطلع، يعني أنا كاتب لأبي عدي الحبيب 3 دواوين شعر كاملة كلها خالصة له، يعني يمكن أكثر من 3000 بيت من الشعر، 3000 بيت من الشعر خلال شعري جميعا لأبي عدي. وبعد ذلك أذكر
آخر لقاء لي به رحمه الله قبيل سفري إلى السودان طلب، أجيت رجعت إلى البيت، قالت لي أم خالد طلبت في القصر، السيد الرئيس يريد أن يراك. فذهبت والتقينا هناك لمدة ساعتين وربع قبل خرج الآخرون، وأمسك بيدي قال أجلس أريد أن أتحدث إليك. ساعتان وربع كنا معا، حديث كان شتى الأطراف. ما هي أعز الكلمات والجمل اللي نطق بها سيد الشهداء في آخر لقاء لي به لك؟ أسألني عن صحتي، شلونك؟ قلت له الحمد لله أنا بخير، ما إذا أنت كنت بخير. كان ثلاثة من قواد الفيارق جالسين، بدأوا يقرؤون شعر في مدحة، هو مو في مدحة، شعر للبطولة يعني. فضحك ضحكته التي أعرفها، قال والله أشهد أن قوادي أبطال وشجعان، يقرؤون شعر عبد الرزاق عبد الواحد جالس. ضحك. قلت له تعاليت موهوبا، فأكمله تعاليت واهبا، ولبيك مطلوبا، ولبيك طالبا. هذه إحدى قصائدي له. قلت له أبو عدي تحفظ شعري؟ قال شلون ما أحفظه، أنا كثير من شعرك أحفظه، قصائدك العليا ما أحفظه، شلون ما أحفظه؟ طبعا أحفظه. يعني هذه القصيدة بمقطعها الأول تقول تعاليت موهوبا، تعاليت واهبا، ولبيك مطلوبا، ولبيك طالبا، نعاصي بك الدنيا، فلو سال سيلها سددنا عليه بالضلوع المساربة، ونأتيك والفوضى على صهواتها، فنترك فيها السيف للسيف حاطبا، وفينا دماء يشهد الله أنها إذا أومأت يمناك جاشت غواربا، وفينا نفوس أنت تدري جموحها، تخير لو خيرتها الموت صاحبا، وزهو العراقيين إن قيل من لها، ومست يشاميغ الرجال المناكبا، طووها على صوت الهلاهل جالبا، عليهم قضاء الله ما كان جالبا. تسلم. قال تعيش. أنا عندي سؤال بخصوص ما كتب سيد الشهداء وسادس الخلفاء القائد صدام حسين وهو أسير الأعداء وأسير الغزاة وأسير القراصنة، كتب شعر خاصة عندما الأسد ترقص حوالي القردة، وأنت حتما أنت طلعت إلى شعره يعني، فشنو رأيك بشعر السيد الرئيس؟ أنا لا أناقش شعره لكنني أناقش وعيه بالشعر فعلا. يعني سئلت مرة من بعض الصحفيين الذين كانوا يتجمعون عليه كلما ضاق الخناق على العراق ليعرفوا شيئا عن الرئيس صدام رحمه الله، لأنه يعلمون أني صديق، فكنت شاكسهم، سألني أحدهم هل يفهم الشعر فعلا؟ قلت مع الأسف خسرناه ناقدا، أخذته منا السياسة. هو لا يناقش شعر سيد الشهداء وسادس الخلفاء لأن سربة شعره، يناقش وعيه الشعري. كلاوتشي، ما احنا وين ما نطي وجوهنا لقانا كلاوتشي قدامنا. المهم، شاعر كبير مفلق عبد الرزاق عبد الواحد لا شك في ذلك، لكنكم
تلاحظونه حين يتكلم عن صدام يتكلم من كل مشاعره وأحاسيسه، ليس كاذبا. صدام ولا وخرج من الدنيا والرجل مريض وفي آخر أيامه، ما هو توفي في 8/11/2015، وهذه المقابلة في 2009 في السنوات الأخيرة من حياته. أنقلكم إلى فيديو آخر وهو أعجب من هذا الفيديو. هذا الفيديو عبد الرزاق عبد الواحد يشارك في مهرجان اسمه مهرجان الوفاء، الوفاء لصدام. هذا المهرجان أقامه البعثيون مع الأردنيين في منطقة الكرك في الأردن بتاريخ 3/1/2014، يعني بعد مخابرة السيستاني لعبد الرزاق عبد الواحد. واضح على عبد الرزاق عبد الواحد في الفيديو أنه مريض، فلما طلبوا منه أن يشارك بشعره من جلوس رفض، قال أنا أقرأ لصدام. وقال هو، قال أنا تركت الطعام، انقطعت عن الطعام من يوم أمس، يبدو أن مشكلة عنده في تناول الطعام كي أستطيع الوقوف على المسرح في ذكرى صدام. هذا هو عبد الرزاق عبد الواحد الذي يريد أن يكرمه السيستاني، فليكرمه، لا شأن لنا بالسيستاني، لكن أن يفرضه علينا أن يكون أسوة لنا، هذا هو السخف، وهذه هي السفاهة، وهذا هو الانحطاط، وهذا مصداق آخر من مصاديق الاستخذاء العقائدي. أحاديث أهل البيت تترك ونتأسى ببعثي صابئي لا علاقة له بديننا، لا من قريب ولا من بعيد، مع احترامنا للرجل ولشعره بما هو إنسان. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. يا هذا العام خانني جسدي، خانني جسدي، تعرضت إلى عمليتين كبريين، إحداهما في عمان والثانية في باريس، وهذه عقابيلهما. لا بس أوشكت أن أعتذر، فقال لي أعز أصدقائي، يا أبا خالد إذا اعتذرت من الكرك فماذا تقول لصدام حسين؟ قلت والله أمضي، أمضي ولو محمولا على محفة، قال لا، محمولا بقلبي منقولا بسيارتي. وقررت أن لا أكل شيئا منذ أمس حتى لا أرتبك على المسرح، هذا سبب تعبي الآن، ولهذا أعتذر منكم وسأقرأ قراءتي كلها لصدام وللعراق. لا أنا لا أجلس وأنا أقرأ للعراق ولصدام، لا. لأنني واثق مؤمن إيمانا عظيما بقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولهذا ما أدري لماذا اخترت أن أقرأ مقطعا من قصيدة من قصائدي
في عيد من اعياد ميلادي احبها كثيرا. اقرا فقط مقطعها الاول. قم كل الف في ذروه الاهوال بين خوف البقاء وخوف الزوال واتساع العيون بين المجاهيل على اليأس وانتظار المحال يضع الدهر حمله ثم يرنو كبرياء إلى سنين الخوالي أن أرحامها وظنت عقيما قد أضاءت بكل هذا الجلال. كل ألف ومحور الأرض يدمى وهو ينزو بين الهدى والضلال يرسل الله صوته المتعالي رجلا ليس مثله في الرجال يمسك الأرض أن تميد ويرسي قطبها عند ذروة الزلزال. يلد الدهر كوكبا كل ألف ثم يلقيه في مدار الليالي وألقاه الآن في مدار الليالي وأنا أعلم أنه يرانا ويسمعنا الآن. عمري ما قرأت قصيدة مرتين في نفس المكان إلا أنني خلال 7 أشهر ما استطعت أن أكتب بيت شعر واحد بسبب حفل. ولهذا في حفل تأبيني سأقرأ قصيدتي مع ماضي لأنها عزيزة علي ثم أقرأ بعدها قصيدة قلتها له في أثناء القادسية. قلت وبالمناسبة حملتني أختكم وأختي سميراء العبيد اعتذارها لأنهم لم يسمحوا لها بالخروج من العراق طوقوها بحيث لم تستطع أن تيوب. أكاد أقسم يا مولاي لو تقف في قبرك الآن كل الأرض ترتجف. أكاد أقسم يا مولاي لو تقف في قبرك الآن كل الأرض ترتجف لأبصر الناس عملاقا ذؤابته بالغيم والقبة الزرقاء تلتحق يرنم إليهم وفي عينيه مغفرة ونظرة ملئها الإشفاق والأسف. أوشكت أهتف يا ثم اقشعر دمي من هيبة اسمك. ظل الياء والألف على شفاهي مرورين وابتدأت سيماك من ذروة الجوزاء تنكشف. أجل أنا أيها القديس يحملني إليك دجلة والأهوال والسعف حنين كل العراقيين يصعد بي وكل أهلك في الأردن تنعطف قلوبهم صاعدات في مدارجنا حرة ونحن إلى مرقات نزدلف. ولاحظتم وشاهدتم واستمعتم، لا أريد أن أعيد الفيديو مرة أخرى لطوله بعض الشيء، لكن هناك قضية واضحة من خلال كل المعطيات التي وضعتها
بين أيديكم. سوء التوفيق لمرجعية السيستاني. إلى الآن لن تخبوا لنا شخصا مناسبا ولا اختاروا موقفا جيدا ولا أحسنوا في مخطط من مخططاتهم ولا استطاعوا النجاح في كل ما أرادوا أن يقوموا به إلا ما يرتبط بمصالحهم الشخصية وما يرتبط بجمع الأموال وما له من علقة في توسيع دائرة حكومتهم. هذا هو الذي نلمسه كل يوم. أنا لا أتحدث عن بناية مستشفى هنا أو هناك. السيستاني ليس هو الذي يبني، هناك مهندسون وعمال، والأموال لم يكن قد كسبها بجهده الشخصي، لا هو من التجار ولا من رجال الأعمال، أموال بالهبل يأتي بها الناس ويضعونها بين يدي. ليس مهما الدخول في كل هذه التفاصيل، هذه الحادثة حادثة عبد الرزاق عبد الواحد وعلاقة السيستاني بهذا الموضوع وكل التفاصيل التي مرت تخبرنا عن أمرين، عن سفاهة هذه المرجعية إذ تنشغل، لا أريد أن أقول بأمور تافهة، بأمور قد تكون مهمة وتترك الأهم. الذي ينشغل بالمهم ويترك الأهم إنه هو السفيه بعينه بذاته، لأن الحكيم لن يترك الأهم وينشغل بالمهم. الذي ينشغل بالمهم ويترك الأهم ذلك هو السفيه الأحمق الذي يريد أن ينفعك فيضرك، وهذا هو الذي تقوم به مرجعية السيستاني. وإلا ما الحكمة في وقت متأخر من الليل والسيستاني جالس وشخص يتصل بعبد الرزاق عبد الواحد وبقية التفاصيل التي مرت؟ حتى لو كان هذا الأمر مهما فهناك الأهم والأهم والأهم الذي يترك. وقضية أخرى، فإن هذه الحادثة تنبئنا عن أن السيستاني وليس اليوم، منذ 2003 يتدخل في صغائر الأمور وكبائرها، وما يقولون لنا من أن السيستاني لا يتدخل في هذه الأمور هذا كذب ودجل ومخاتلة، وإنها صورة واضحة من صور أسلوب المخاتلة السيستاني.